الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، نقوم بحل تقويم الوحدة الثانية مادة الدراسات الاجتماعية. اختار الطلبة الخيار الصحيح فيما يأتي، أي مما يأتي يعنى بموارد الدولة. اللي مهتم بالموارد هو بيت المال. ما العوامل التي أسهمت في قوة الدولة الأموية وازدهارها؟ الاهتمام بالعلم، الترجمة، زيادة موارد الدولة المالية بعد زيادة الفتوحات، بناء مدن جديدة، إنشاء مستشفيات ومدارس، عملة خاصة للمسلمين لأول مرة، نكتفي بهذا القدر لأنه ما في مكان. طبعا في أشياء كثيرة لكن نكتفي بهذا القدر. يضع الطلبة علامة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة. أنشأ العباسيون مدينة دمشق، خطأ. عمل دمشق الأمويون. يربط درب زبيدة القاهرة بمكة المكرمة، خطأ. الكوفة بمكة المكرمة. مدة الدولة الأموية أطول من الدولة العباسية، خطأ. يرجع نسب مؤسسي الدولتين الأموية والعباسية إلى قريش في شبه الجزيرة العربية، صح. لا، ما الذي صح ولا هي خطأ؟ دي خطأ، لأن زبيدة بن القاهرة مكة دي خطأ. خطأ. آخر خلفاء الدولة العباسية هارون الرشيد، خطأ. المستعصم نعملين صح كده، خطأ. عندي واحدة بس هي اللي صح، واحدة بس هي اللي صح. الأبرز خصائص الحضارة الإسلامية، ثواني، أبرز خصائص الحضارة الإسلامية ذكرناها منذ قليل، أنها إنسانية، حضارة إنسانية، حضارة متطورة، حضارة عالمية، حضارة علم وقيمك ويريد ثلاثة. اكتب الطلبة فقرة موجزة عن أثر الحضارة الإسلامية في حضارة اليوم من حيث العلوم والمعارف. ساعدت الحضارة الإسلامية في تقدم العلوم والمعارف
الحالية حيث شيعت حركة ترجمة من الكتب اليونانية والإغريقية وطورت العلوم في كل المجالات استفادت منها أوروبا بعد ذلك. في كلام كتير بس ما فيش مكان، لأن عندنا بقى علماء الرياضيات والجغرافيا، خريطة الأرض اللي رسمها الإدريسي، وفي الرياضيات الخوارزمي، كل هذا العلوم اللي أنشأها المسلمون استفاد منها بعد ذلك الغرب في أوروبا وطوروه. من حيث البناء والعمران بنى المسلمون المدن والمساجد والقباب والمستشفيات وانتقل الفن المعماري الإسلامي إلى أوروبا عن طريق الأندلس التي كانت حكم المسلمين. وطبعا استفاد منه العالم بعد ذلك. امتد نفوذ المسلمين إلى الأندلس إسبانيا حاليا، فمتى انتهى حكم المسلمين في الأندلس؟ متى انتهى حكم 897 هجرية. 897 هجرية. 897 هجرية. عاوز أكتبها بالعربي. 800. أنشأ في درب زبيدة 97 محطة، 57 محطة. على ماذا كانت تشتمل المحطات؟ كانت محطات تشتمل على بئر للماء، حصن، الحماية، استراحة ينام فيها الناس، بركة ماء للحيوانات والاستحمام وغيره. يصف الطلبة مظاهر التغير في كل من الدولة الأموية والعباسية وفق العناصر في الجدول. الدولة الأموية لفوق شوية والعباسية،
الأموية العاصمة دمشق، العباسية بغداد، بغداد دي في العراق ودمشق في سوريا، هنا نخليها عشان نبقى عارفين دمشق في سوريا وبغداد هنا في العراق. امتداد الفتوحات هي وسط آسيا، حتى أوروبا وشمال أفريقيا. هنا أيضا وسط آسيا وبلاد السند وأوروبا والمغرب وشمال أفريقيا، اتسعت أكثر يعني حتى وصلت إلى المغرب وشمال أفريقيا. أبرز المدن التي أنشأها المسلمون في بالنسبة لدمشق القيروان وواسط وحلوان ورصافة. هنا المدن التي أنشأوها القطائع، بغداد وسامراء وفاس. يصنف الطلبة منجزات الحضارة الإسلامية الآتية في الجدول، في الشورى النظام الأساسي السياسي الشورى. الشورى يعتمدون على الشورى. النظام الإداري الولايات، قسموا الدولة إلى ولايات أي المحافظات الآن. نظام القضائي تعيين القضاة. نظام المالي بيت المال زي وزارة المالية الآن. إلى هنا نكون قد انتهينا من حل التقويم الثاني. لا تنسونا من الدعاء والاشتراك في القناة واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله.